إذا وصل الإمام إلى التشهد الأخير فهل يجب على المسبوق أن يكتفي بالصلاة الإبراهيمية أم عليه أن يكمل التشهد مع التعوذ من الأشياء الأربعة؟ الفقهاء يقولون يكرر التشهد الأول، ولكن الصحيح أنه يستمر ويكمل إلى الأخير، هذا هو الصحيح، لأنه لا دليل على أنه يبقى على التشهد الأول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيتابع الإمام، هذا من باب المتابعة، ما هو على أنه تشهد، ما هو على أنه تشهد أخير في حقه، وإنما هو من باب المتابعة تحصيل الأجر. نعم.